بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة السابقة في مداخل التخطيط الاستراتيجي، وقلنا أو شرحنا مدخل الطلب الاجتماعي على التعليم، وقلنا أن هذا المدخل يتمحور حول فكرة أساسية أو فلسفة أساسية هي إتاحة التعليم للجميع أو حد أقصى حد من التعليم لأكبر عدد من الأفراد. وقلنا أنه هذا المدخل يعني له مجموعة من الخطوات والمميزات، أهم مميزاته أنه يوسع قاعدة التعليم، وأيضا يمكن من خلاله رسم سياسات للإفادة من الزيادة في أعداد السكان. ولعله من أمثلة هذا المدخل اللي هو جعل التعليم في المراحل الأولى إلزاميا، من أمثلة تعليم الكبار وبرامج محو الأمية. وهناك بعض الانتقادات على هذا المدخل، أهمها أنه عدم الاهتمام بمدخلات العملية التعليمية مما يسبب العديد من البطالة في المجتمع، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بكلفة التعليم وعدم قدرة الدولة على سد هذه الاحتياجات. نيجي اليوم للمدخل الثاني، وهو مدخل القوى العاملة. هنا هذا المدخل بيرتبط بشكل أساس بسوق العمل، كيف إحنا نعمل نوع من المواءمة بين البرامج المطروحة في العملية التعليمية وبين احتياجات سوق العمل. ويعني باختصار أنه أنا عندي قوى عاملة، وقوى العاملة كما تعرف هي ذلك الجزء من السكان اللي يمكن إدماجه في سوق العمل، أو هو جميع السكان بيطرح منه الغير قادرين على العمل. لذلك في هذا الموضوع بنلاحظ أنه كثير من برامج الجامعات بدأت تصمم وتطرح للتدريس فقط من خلال دراسات أنه ما هي احتياجات أو ما هو احتياجات سوق العمل حتى نطرح هذه اللي هو البرامج. طبعا بيهدف التعليم بموجب هذا المدخل إلى تحويل الإنفاق على التعليم لاستثمار يمكن من خلاله خدمة سوق العمل بشكل رئيس. طبعا هذا المدخل بيعمل على دمج بين الأهداف التنموية ذات العلاقة بالتربية والأهداف أيضا الاقتصادية، بمعنى إذا كان في عندي تنمية في البعد التعليمي معناه في تنمية اقتصادية، وهذا ما جربوه كثير من الدول اللي بالفعل حققت تقدم زي اليابان، ماليزيا، تركيا، ودول كثيرة جدا في هذا الإطار. طبعا بموجب أيضا هذا المدخل بيعنى أو تعنى المؤسسات التعليمية بالتدريب والتطوير المستمر. يعني خلينا أبسط الأمور بطريقة شوية بالمثال. اليوم إحنا بنشوف إنه أغلب المؤسسات ما عادتش بتطلب شهادات، بدها موظف مش يحمل مؤهل وإنما يحمل مجموعة المهارات أو الخبرات، يعني بدها متعدد المهارات وليس فقط متعدد الشهادات أو منه متخرج ما شاء الله مع بكالوريوس في مجال. هو ما عادش اليوم بيلزم، ولاحظوا حتى على أداء المدرسين اليوم، أنتم كمدرسين مطلوب منكم كثير من الجوانب اللي ما درستوهاش في الجامعات، إذا مطلوب مننا نتدرب بشكل مستمر. لذلك عني هذا المدخل بعملية التعليم والتدريب المستمر لطواقم العمل في داخل المؤسسات. لعله من العمليات التي يقوم عليها مدخل إعداد القوى العاملة، أول شيء التنبؤ بالنمو الاقتصادي. شو هي احتياجات السوق؟ بلزمنا مسح شامل لهذا الموضوع، مش بس تنبؤ، كمان نشخص ما هو الوضع الراهن. يعني أنا بدي أشوف الفجوة من خلال اللي هو الوضع الراهن والتنبؤ بالمستقبل بالذات في الاحتياجات. أيضا تقدير العرض من القوى العاملة لتحديد العجز والفائض. هل بالفعل أنا والله في مجال تخصص معين قديش في عندي قوى عاملة، قديش بيلزمني، قديش معروض فرص عمل عشان أنا كجامعات أبدأ أخرج في الأقسام حسب الأعداد المحتاجة سوق العمل. أيضا مرحلة الموازنة بين العرض والطلب من القوى العاملة، ثم بعد ذلك مرحلة وضع خطة التعليم والتدريب. يعني بلدنا ما مش مطبق، هل في دول الأخرى مطبق هذا الكلام؟ أكيد، يعني هو مطبق هذا المدخل، وفي صار عليه تعديلات حنشوفها كمان شوية في المدخل المركب. يعني اليوم إحنا منقدرش، يعني خلينا نقول وين مطبق عنا. مطبق عنا إنه اليوم إحنا شعرنا إنه إحنا بحاجة
في عالم الاندرويد مثلا الجوالات والاشياء هاي، انه نفتح تخصص في الكلية الجامعية صيانة وبرمجة الاجهزة الخلوية، مزبوط ولا؟ كمان برضو لقينا انه في حاجة في البلد لامن المعلومات، انه نفتح تخصص فقط بكالوريوس هندسة امن معلومات، نظرا لتنامي ظواهر الهاكرز الاختراقات والانتهاك الخصوصية. فانت اليوم بتقدر قديش سوق العمل بده بناء على التطور المهني او المعرفي او التخصصي، وانت بتطرح البرامج بناء على هذا الموضوع. لكن هذا الموضوع يعني يخضع لاجتهادات المؤسسات وليس ضمن تخطيط دولة بتقول ايش المطلوب بالضبط وقديش يا جامعة بدك تخرجي لنا، الجامعات بدها تخرج لنا، الكليات التقنية ايش بدها تخرج. هذا لا للأسف غير موجود لانه فيش عندنا دولة بالأساس. طبيعي طبيعي، هو في شغلة بالاعتماد اذا تكرموا. اي اعتماد وزارة التربية والتعليم عشان انا اعتمد اي برنامج بيجي بيقول لك اعطيني دراسة الجدوى ودراسة احتياجات السوق، لكنه يعني هذه الدراسات بتأخذ بطريقة شوية مش دقيقة، بدليل انه كتير من التخصصات اللي فتحت بعد فوج او فوجين اغلقت. صحيح. مش لانه والله السوق يعني كان ممتلئ فيها، لا، لانه ما كانش في دراسة احتياجات حقيقية للسوق. فلذلك انت بتخرج بعض الطلاب بيقولك انا في بطالة، في مشكلة. خمس شوية في بعض الدول يعني زي مصر في وزارة القوة العاملة والتانية صحيح. بتعمل استراتيجية ايش هو حجم السوق او ايش كبيرة السوق من اللي هو. شوف اي دولة عندها جهاز تخطيطي لازم تشتغل الشغل هذا، لكنه عندنا حشوف الصعوبات، انه صعوبة التنبؤ بالقوى العاملة احيانا بالتغيرات. يعني اليوم انت التكنولوجيا ما خلتش مجال على بعضه، يعني فيش حاجة على بعضها، كل يوم بيطرحوا لك شغلات جديدة. لذلك ايش الاشياء اللي بدنا نطلبها احنا عشان نعمل او ندخل بهذا المدخل؟ ما يلزمنا احتياجات اللي هو القوى العاملة يجب ان تتوفر في الاعوام القليلة القادمة، لا في 5 سنوات او في اكثر من 10 ل 15 او 20 سنة. يعني بمعنى عندي احتياجات آنية الان، احتياجات متوسطة، ثم احتياجات بعيدة المدى. من مميزات هذا المدخل انه بيحقق التوازن بين نتاجات التعليم من القوى العاملة وبين احتياجات التنمية، انه بالفعل انا ما بخرج للسوق الا ما يلزم هذا السوق، يوفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهن، ايضا يحقق الاستثمار الامثل للموارد البشرية بشكل اساسي يواجه هو مشكلة البطالة. وهذا من الاشياء اللي كتير مهمة جدا، انه ما بعودش انا بخرج بس فقط عدد 35,000 معلم، لكن فرص الوظائف لهم تكاد تكون ضعيفة جدا. ايضا تحسين قدرات القوى العاملة بزيادة كفاءتها وتدريبها. يعني انا اليوم بصار بموجب هذا المدخل بهتم بانه خريج الجامعة، وعليكم السلام ورحمة الله، خريج الجامعة أو خريج الكلية لا هو مؤهل ليخوض سوق العمل. اليوم احنا بنطرح مثلا في برامج التجارة مثلا أو كلية التجارة وإدارة الأعمال، ما عادوش بيطرحوا بس إدارة أعمال أو محاسبة، لا صاروا مثلا محاسبة أو علوم مالية وإدارية، بيطرحوا الإدارة بالإنجليزي، العلوم الإدارية باللغة الإنجليزية، صاروا يشوفوا وين احتياجات السوق، وعيد تطوير اللي هو خطط الدراسية في أكثر من مرة بناء على احتياجات السوق. وهذه بتتم يا شباب إنه إحنا كل فترة بصير في لقاء مع أصحاب العمل، إيش التقييم الخريجين، وين مهارات الخريجين موجودة، إيش اللي ناقص حسب رأي أرباب العمل. بيجي بقول لك والله إحنا صرنا نشتغل على برامج مثلا الأصيل كبرنامج محاسبي، او صرنا كمان في التربيه صرنا نستخدم سمارت بورد وصرنا نستخدم شغلات كتير. يا ريت في التكنولوجيا لما تعطوهم ماده تكنولوجيا التعليم حاولوا توظفوا هذه الشغلات ودربوهم عليها عشان يجون المدرسين جاهزين بهذه الطريقه. اذا هذه قضايا احنا بتحاول الجامعات تلحق سوق العمل، لكنه ليس بموجب تخطيط قومي او تخطيط شامل. في طريق معاكس دكتور، يعني تفضل. حاجه يعني سوق العمل بيطلب حاجه، في احيانا سوق العمل بيكون مكتظ بدنا نسكر على حاجه، زي مثلا طب الاسنان. نعم، نقابه طب الاسنان حكت بعد نتائج توجيه انه ما حدش يسجل لطب الاسنان والهندسه، نفس القصه صحيح، في زيادات مظبوط. ما هو هذا هو ايش الاحتياجات، انه انا ممكن اعطل البرنامج لمده معينه، زي ما صار مثلا في اللغه العربيه في فتره من الفترات من 1995 لل 2000، مع
عادش كتير ناس بيلتحقوا باللغة العربية لأنه كان في شيء مفيش حاجة للتعليم، بس لحد 2005 بدأ في عدد من المتقاعدين وصار في احتياجات، اللي التحقوا بالفترة هذه كلهم توظفوا. فأنت هذه الشغلة إلها علاقة بالعرض والطلب أيضا. لكن في هناك انتقادات على هذا المدخل إنه مش سهل إنه إحنا نتنبأ باحتياجات السوق دائما، زي ما حكينا في تطور كتير متسارع. طب أنا كيف بدي أنا أصمم برامج أو بدي أتنبأ بهذه الاحتياجات بشكل دقيق؟ في هناك حيكون في ضعف على المدى الطويل تحديدا. أيضا الأهداف الاقتصادية ليست الأهداف الوحيدة للتعليم، ما هو في عندي أهداف اجتماعية وثقافية. يعني هو الخريج الجامعة سواء ذكر أو أنثى كويس، بالنهاية لما يكون هو حصل على شهادة حتما هذا حينعكس على علاقاته مع مجتمعه، تأثيره في المجتمع كمواطن صالح، وربما تربية الأولاد وخلاف هذه الأمور. إذن برضو من العيوب أنه يقدر أو هذا المدخل يقدر قيمة التربية بما يعود عليها من مردود مادي فقط، ويغفل باقي الجوانب الأخرى اللي هي كأدوار التربوية والنفسية والثقافية وخيره. من هذا المدخل أيضا نتج عنه بعض السلبيات، منها بطالة المتعلمين. يعني ممكن يكون مع دكتوراه ومش لاقي شغل، وهذا حاصل عندنا بشكل كبير. يعني في عدد من اللي يحمل شهادات الدكتوراه والماجستير لا يجدوا عمل كويس. أيضا انخفاض الأجور. يعني تخيل أنت، ومش بس هيك، أحيانا أنا بستخدم بعض المؤهلات العليا في وظائف بسيطة كتابية أو غيره. يعني ممكن يكون انت دكتوراه معك وبتشتغل في المدرسة سكرتير. يعني هذا كمان برضو مشكلة كبيرة، انخفاض انتاجية العمالة، لانه كمان برضو البعد النفسي بنعكس سلبا لما انا اكون حامل مؤهل واشتغل في جانب او في مجال وظائف دنيا، ما بيكونش نفسيتي كتير مؤهلة ان اشتغل بشكل. اليوم قالت في احدى الدراسات في الولايات المتحدة في احدى الولايات 80% من الشباب يعمل في مجال غير تخصص، يعمل في مجال غير الشهادة اللي هو يعمل. هو شوف، هذا الكلام ليس عيبا، انه انا مثلا ماشي انه اعمل في غير تخصصي بس بقصد، مش يعني ما انا بمتلك مهارات تمكنني اني انا اشتغل في اكثر من وظيفة بخلاف التخصص. لكن اللي حاصل لا، هو في مشكلة انه كتير بروح على التخصص وبياخد وبيلاقيش عمل، فبيضطر يروح يشتغل في مجال اخر. يعني احنا يمكن في الفترة الاخيرة صاروا عمل التعليم المستمر عندنا بيعطوا كل الخريجين قبل ما يتخرج دورات في التعلم عن بعد او في التدريب عن بعد، وكيف يكتسب وظيفة عن بعد. يعني كيف اعطيك مهارات انك انت ممكن تشتغل وانت في بيتك، تعلم من في دول الخليج او تعلم في دول امريكا اللاتينية ولا في اي مكان، من خلال بس بعض التدريب الاضافي اللي بيعطيه الجامعات عشان تأهل خريجينها انهم يلاقوا سوق عمل بشكل جيد. اللي بيجي عنا المدخل الثالث وهو مدخل التكلفة والعائد، وهذا المدخل يمثل وجهة نظر اقتصادية بحتة بشكل أساسي، لأنه التعليم بذات أرباب القطاع الخاص بعدوا نشاط استثماري وإنتاجي. يعني أنا ممكن أشتغل وأعمل جامعة خاصة، ممكن أعمل مدرسة خاصة، فقط لأنه في عوائد كتير كبيرة جدا كعوائد اقتصادية. وبتنقسم عوائد التعليم لنوعين، عوائد مباشرة وعوائد غير مباشرة. أما العوائد المباشرة فهي برضو أيضا تنقسم إلى عوائد فردية وعوائد جماعية أو مجتمعية. يعني خلينا نتحدث عن العوائد الفردية، الدخول الإضافية اللي بيجنيها الفرد من التعليم. يعني أنت اليوم مثلا لما تأخذ ماجستير والله بزيد راتبك كذا ماشي الحال، أو لما تأخذ دكتوراه حتتوظف في الجامعة وحيكون لك عوائد وحتصير استشاري وحتصير لك خبرات. إذا العوائد الفردية مقدار الدخول التي أو الإضافية التي تزداد أو تضاف لقيمة اللي هو الدخل العام أو متوسط دخل الفرد. اللي بيعطي دروس خصوصي، ما هو إنه كونك أنت أخذت تعليم معناه إنه أنا صار عندي دخل إضافي. أيضا العوائد المجتمعية أو الاجتماعية، وهي العوائد الصافية التي تؤول للمجتمع. يعني خلينا نقول مجموعة دخول، كل ما زاد في عندي ضريبة دخل وفي عندي كذا وفي عندي جوانب، بعدين أنا اليوم صار زاد دخلي، معناه الزيادة الدخل وين حستثمرها؟ في مزيد من المشتريات ومزيد من الرفاهية، فهذا كله بيرجع عوائده إيه؟ العامة للمجتمع. أما العوائد غير المباشرة بزيد من الادخار صحيح،
وهي الآثار الإيجابية التي يوجدها التعليم خارج نطاق المجال التعليمي زي الإبداع والاختراعات. كثير من العوائد الغير مباشرة بتظهر في جوانب ما شاء الله فلان والله تفوق لأنه صار عنده قدرات عالية وفي مجال اختراع، في مجال براءات معينة، في مجال أبحاث، في مجال استشارات وهكذا. أكيد أكيد هذا الكلام. البيانات التي يلزم توفرها لتطبيق هذا المدخل، لاحظوا هنا البيانات شوية أكثر دقة في هذا المدخل. أول شيء بيانات أو عدد الأفراد في المستويات التعليمية أو المراحل المختلفة، يعني بدي أجيب كل الأفراد اللي اليوم في مستويات متعددة، بعدين المستوى التعليمي للأفراد والدخول التي يحصلون عليها، المصروفات المدرسية أو كلفة الطالب في التعليم سواء كان في التعليم العام أو في التعليم اللي هو لا حتى في التعليم العالي كمان. ايضا بيانات عن سوق العمل، يعني قديش سوق العمل يعني بيستوعب في عرض وطلب وهكذا. لكن هناك انتقادات على هذا المدخل، اهمها افتراضه ان قياس العائد يعتمد على ان الفروق او على الفروق بين مستويات التعليم، يعني اذا جاب دكتوراه بالضروره انه هو يصير عائده افضل، طب هو ممكن يكون بكالوريوس عائده احسن من دكتور. يعني هو اهمل هنا الذكاء وافترض انه فقط الشهادة العلمية أو التعليم أو المؤهل العلمي هو اللي بيجيب الدخل، وهنا طبعا مش صحيح. يعني صحيح بس يعني هي بالمحصلة ليست هي الضابط الأساسي، بقدرش أجي أقول عنه ضابط، غالبا مش صحيح لأن الأقل هو اللي بيكون دخل. يعني أنا معلش لو أجينا ناخد أرباب الاقتصاد في 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 قطاع غزة، لا مش حمل الشهادات عليا أغلبهم، يا إما أقل من جامعي يا جامعي. يعني تلاحظ كيف، عشان هيك احنا بنقول انه هذا مش بالضرورة، لا لا مش غزة، حتى برا، لا حتى برا الفكرة ليست بالضرورة ان تكون الذكاء له دور. واحد ذكي جدا قال لك انا شو العائد تبعي لما انا اكمل دكتوراه، انا العائد تبعي لا انا بضيع شو، هل قد حنشوف الفرصة البديلة والاشياء هاي، بس كان بدي البكالوريوس في الجامعه، مدرس اعتقد، ماجستير، محاضر، دكتور، استاذ مساعد، بعد هيك بصير الرتب العلميه، استاذ مشارك، بعد هيك استاذ بروف، بعدين استاذ متميز، كل ما ارتقيت بزيد دخلك، وهذا امر طبيعي. هل قلت هذا صحيح؟ احنا بنقول لك انه ليس دائما، عشان هيك بنقول انه هو اغفل انه او اعتبر انه الدرجه العلميه فقط هي اللي بتعلي الراتب، وهذا مش صحيح. بعدين دكتور في بطالة مكتب العمل اللي كانت قبل شهر لقوا انه في 600 وكسر يعني ناس حاملة ماجستير مقدمين و300 وكسر دكتوراه، يعني بيبحث عن بطالة. مش شرط دائما انه الشهادة العليا هي اللي بتعطيك. في شغلة تانية في الانتقادات على هذا المدخل، تكلفة الفرصة البديلة بحسبهاش. ايش يعني الفرصة البديلة؟ اليوم انت بدك تكمل ماجستير كويس او بدك تطلع تكمل دكتوراه، حسبة الدكتوراه مثلا بكلفني 20,000 دولار بدي افترض، لكن انت لم ما حسبتش انه الفترة السنة اللي او السنتين اللي طلعتهم ايش ضيعت عليك فرص اخرى لو كنت انت في بلدك، يعني تحتاخد اجازة بدون راتب، هذا اللي بدك تحسبها. كمان ممكن كان تاخد بعض الاستشارات والدروس الخصوصي، لازم تحسبها. اذا تكلفة الحسبة البديلة او الفرصة البديلة كمان هو بحسبهاش، وهذا طبعا يعني مهمة جدا دائما، انه ما بنفعش بس احسب ايش اللي انا والله بيجي بقول لك والله انا في الجامعة السنة بيكلفني الماجستير 5,000 دينار، لا مش صحيح، هو بكلفك اكثر من هيك بس انت بتحسبش الفرصة البديلة. تخيل انت قديش واحد بيستنفذ منك وقت طويل كان بامكانك تروح تاخذ فيه ايه حصص خصوصي واضافي في العمل اذا كنت في وزارة او غيره، هذا كله لابد انه يحسبه هنا في المدخل، هذا بيحسبوش. ايضا النفقات المتعلقة او النفقات غير المباشرة اللي بتتأثر فيها الاسرة، يعني انتوا اليوم لا بتشوفوا اولادكم ولا نسائكم وبيأثر كتير على اجتماعياتكم، هذا كمان برضو بالنهاية نفطر في الجامعة ولا دكتور، وأحيانا بتضطر تفطر في الجامعة وتتغدى في الجامعة وتدفع نفقات إضافية، يعني إذا لا لا في جانب اجتماعي وهو الأهم وليس التكلفة المالية، البعد الاجتماعي كمان بنحسب هذا الموضوع. صعوبة قياس العائد وخصوصا في الدول النامية، أحيانا مش دايما نقدر نقول والله عائد التعليم لكل فرد قديش حسبه، هذا بيحتاج إلى
يعني ميزان ربما يصعب في الدول النامية أن نوفره أو إحصاءات دقيقة في هذا الإطار. آخر مدخل هو المدخل المركب. طبعا إجا هذا طلع على وين مزايا المداخل الثلاثة، راح عمل مدخل حاول يدمج هذه المزايا ويقلل من العيوب بشكل كبير، واستفاد بالفعل، وهو يعتبر المدخل ملائم لخدمة التخطيط التربوي الاستراتيجي لاعتبارات زي ما حكينا أنه يحوي مميزات المداخل السابقة ويتجنب عيوبها، يسمح بدرجة كبيرة من المرونة للتحرك في إطار اتجاهات المؤسسة التعليمية، وأيضا في اتجاهات جودة المخرجات بشكل أساس. أيضا يواكب خصائص التخطيط التربوي في استخدام أساليب التنبؤ بالمستقبل لأنه بيعتمدها كأساس لهذا التحقيق. أيضا يوسع قاعدة المشاركة في التخطيط، وهنا بس أذكر مثال أنه إحنا في المدخل المركب هو بيحاول قدر الإمكان أنه يحلل المستفيدين، تحليل الستيك هولدرز، بمعنى أنه يحاول يأخذ كل المستفيدين سواء كان قطاع أعمال أو كان أسر أو أولياء أمور أو ربما مؤسسات مجتمع. يعني أنا أجيب لكم مثال الآن، في كل مرة إحنا في الجامعة مثلا بنعمل كل سنة سنتين أو ثلاث سنوات تعالوا اجتماع لكل المستفيدين من خدماتنا، سواء كان سوق عمل في تربية وتعليم أو سوق عمل تجارة أو صناعة أو غيره، عشان كمان نشوف إلى أي درجة ممكن إحنا نطور خططنا ومناهجنا لتتناسب مع هذا السوق. ايضا يسهم في تحقيق الجوده في الاداء وفي المخرجات. هيك بنكون احنا خلصنا المداخل. طبعا احنا حنستثني مدخل بيرت وحنستثني اسلوب الهندسه الاداريه كمداخل مهمه، لكن يعني بيكفي هذه المداخل بس عشان ناخذ صوره موجز عنها، لننتقل ان شاء الله الان لمرحله التحليل الاستراتيجي و يعني نطلع إلى أهم النماذج والأدوات المستخدمة في مرحلة التحليل. طبعا هنا هنبدأ نجاوب على الأربع أسئلة اللي تحدثنا فيها في المحاضرة الأولى. ذكرينها إيش الأسئلة؟ من نحن أو أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نذهب؟ كيف نصل إلى هناك؟ ثم كيف نعرف أننا وصلنا؟ هذا اللي احنا بنسميه مراحل التخطيط الاستراتيجي. قبله نظري الآن. لا كمان في جزء منه نظري حيكون داخل في الامتحان إن شاء الله. ريح حالك. المحاضرة كلها داخل. الامتحان كل المحاضرة داخلة هاي. أول شيء مرحلة الإعداد اللي هي بتجاوب عن السؤال أين نحن الآن، وبتجاوب أين نريد أن نتجه. أين نحن الآن وأين نريد أن نتجه. مرحلة التطبيق كيف نصل إلى هناك، والرقابة كيف نعرف أننا وصلنا. هذه المراحل يعني نبدأها بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التحليل الاستراتيجي. لاحظوا السؤال الأول، أين أنت الآن أو أين المؤسسة الآن؟ هذا التحليل الاستراتيجي اللي حتاخذ البيئة الداخلية والخارجية. السؤال الثاني، أين نريد أن نصل؟ حتبلور عنا الإطار الاستراتيجي، وين الرؤية؟ الرسالة، ثم الغايات الاستراتيجية أو الأهداف الاستراتيجية. شو تعريف أو مفهوم التحليل الاستراتيجي؟ تفضلوا. مفهوم التحليل الاستراتيجي حكينا قبل هيك دكتور، احنا حكينا الآن بدنا نبدأ لكل ما تحدثنا فيه في الإطار النظري ولنهاية هذه المحاضرة سنعيده بطريقة عملية عشان نستوعب كل المفردات. تفضل. هو تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ومعرفة قوات نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. إذن هي عملية مراجعة، كويس، هي عملية تشخيص الوضع الراهن. إذن هي عملية مراجعة للبيئة الخارجية، وقلنا البيئة الخارجية هي التي لا تسيطر، أو مجموعة المؤثرات التي تحيط بالمؤسسة وليس للمؤسسة السيطرة عليها، واضح، هي بتحاول تستثمرها. أهم مخرجات البيئة الخارجية فرص وتهديدات، إما فرص أو تهديدات، كويس. أيضا هي عملية مراجعة للبيئة الداخلية بهدف أو بغرض التعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف، وهذه إلها سيطرة المؤسسة بشكل أساسي عليها. من أمثلة العوامل الخارجية اللي بنحللها إحنا، العوامل السياسية والقانونية، العوامل الاقتصادية، والعوامل الثقافية والاجتماعية، ثم العوامل الديموغرافية.
وطبعا في اضافات حنشوفها في النماذج البيئة وقضايا، بس مبدئيا هذه العوامل حسب الصوت. اما البيئة الداخلية فبنحلل فيها العوامل الادارية، العوامل البشرية، والعوامل المالية، ثم العوامل التكنولوجية. واحيانا التكنولوجيا بتكون متداخلة بين الداخلي والخارجي، هذا حنشوفه ونتعرف عليه لاحقا في هذا الموضوع. طيب لماذا يعني زي ما حكينا نسعى الى التحليل لفهم طبيعة المؤسسة عشان نعرف على اي ارضية نحن نقف، ما الذي نمتلك، وما هي اكثر نقاط القوة التي نمتلكها، وما هي اكثر نقاط الضعف اللي بتعتري هذه المؤسسة، ما هي الفرص التي يمكن ان تكون متاحة امامنا، وما هي التهديدات التي تتهدد وجود هذه المؤسسة او ربما استقرارها بشكل اساسي. إذن أهمية التحليل الاستراتيجي يسهم في تقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية حيث تتعرف المؤسسة على نفسها. رحم الله امرئان عرف قدر نفسه. إذن هذا تحليل، إن أنا بعرف وين أنا وما هي مرتكزاتي، إيش نقاط القوة عندي وما هي نقاط الضعف، ما هي العوامل المساعدة من الخارج اللي بتخليني أن أرتكز إليها وأنطلق، وكيف يمكن أن أستثمرها، وما هي المهددات اللي تعوق عملي، ايش المعيقات اللي بتعوق عملي. هذا مفصل ايضا يمكن المؤسسة من اكتشاف نقاط الضعف لديها وبالتالي تصحيحها وتقويمها او ربما التخفيف من حدتها قدر الامكان. ايضا يحدد مدى قدرة المؤسسة التعليمية على مواجهة التحديات المجتمعية والسياسية والتكنولوجية وكافة التغيرات التي تطرأ على بيئة عمل المؤسسة، والاستفادة ايضا من نقاط القوة لديها وربطها بالتحليل الخارجي بما يمكن المؤسسة من اغتنام اكبر عدد من الفرص واستثمار نقاط القوة. طبعا لما جاءوا العلماء بدهم ينفذوا التحليل الاستراتيجي كان بلزمهم نماذج لجمع البيانات، أدوات شو يحللوا. وطبعا الأدوات اللي أمامنا سوات ولا توز ولا بيست ولا بورتر ولا عوامل النجاح الحرجة، كلها جوانب في غيرها ماشي الحال، في ستيم وفي في أكثر من عامل، كل واحد بيجي ممكن يطور نموذج للتحليل الاستراتيجي. لا بس احنا حنحاول ناخد الأهم باعتبار أنه تقريبا الثلاثة الأولانيين متصلات جدا، والتنين هذول شوية لهم جوانب عمل آخر، يعني سوات وتوز وبيست تقريبا بدوروا نفس المحور. الخلاف بينهما أن سوات عنية بالبيئة الداخلية والخارجية، لكن هذول قالوا لا خلينا نركز على البيئة الخارجية بشكل أساسي، هذا الفرق بينهم. كويس. بورتر لا تحدث عن الميزة التنافسية، القوة التنافسية الخمسة اللي بتأثر على الموقع التنافسي للمؤسسة. العوامل النجاح الحرجة أنا هي يعني بديش أسميها أداة للتحليل بشكل أساسي بقدر ما هي مساعد، عامل مساعد لعملية التحليل وتحديد الفجوات وتحديد نقاط الانطلاق منها. خلينا نبدأ نشرح واحدة واحدة، حنأخر الصوت ونبدأ بتوز. كويس. شو يعني الصوت اختصارها او اختصار توز؟ ايش يعني؟ باللغة الانجليزية التهديدات. يعني بس عشان نحفظ بس العناوينها التالي. الان احنا فتحنا على توز، طبعا ليش توز؟ قلب هو صوت، راح بس بدأ بالبيئة الخارجية لأنه الأس عندنا strength نقاط القوة، weakness نقاط أو اللي هو عفوا weakness ضعف، آسف، opportunities اللي هو إيش؟ الفرص، وthreats التهديدات. طيب نبدأ نشوف هذه المصفوفة كيف تم تطويرها في جامعة سان فرانسيسكو في العام 82. ركزت بشكل أساسي على البيئة الخارجية مع عدم إهمالها للبيئة الداخلية، لكن بشكل أساسي قالت أن المؤثر الخارجي أهم كثيرا من المؤثر الداخلي. طبعا آلية استخدام المصفوفة طرحت أربع أسئلة: كيف تصنع أكثر نقاط القوة لديك؟ كيف تتغلب على نقاط الضعف لديك؟ كيف تستغل الفرص المتاحة؟ وكيف تدير التهديدات من حولك؟ لكن هذا الموضوع كان بلزم المصفوفة اللي حنعرضها الآن ولازم كتير نركز عليها. في عندي بدائل مصفوفة توز الاستراتيجية، هاي نقاط القوة وهاي نقاط الضعف، وهاي عندي الفرص وهاي عندي التهديدات. الآن عشان نعمل المصفوفة
ونجاوب على الأربع أسئلة. هاي عندي الآن بين نقاط القوة كيف تستخدم، ما هي الاستراتيجيات التي تستخدم أو تستخدم نقاط القوة لزيادة الفرص. كمان مرة عيد، حناخد مثال بس ركزوا معايا كتير لأنه كتير مهم، وحناخد بعد هيك تمرين عليه. كيف، ما هي الاستراتيجيات اللي حتستخدم نقاط القوة لزيادة الفرص، أو العكس، ما هي الاستراتيجيات التي تستثمر الفرص لتعزيز نقاط القوة. الآن الأسي هنا، ما هي الاستراتيجيات التي تستخدم نقاط القوة لتقليل إيش التهديدات؟ هذه مش فيش فيها عكس، كويس. خلينا نضرب مثال صغير وبعد هيك ننطلق. الآن أنا مؤسسة عندي موارد بشرية متنوعة، ما شاء الله عندي مدرسين، واحد في العلاقات العامة رائع، واحد في التشبيك ممتاز، واحد ثالث لغته متقدمة، واحد رابع جنتل هيك وجيد. الآن وواحد خامس عنده في التكنولوجيا خبرات جيدة. الآن في الفرص، في عندي مؤسسات جاهزة إنها إيه؟ إنها تدعم، تدعم مشاريع وتدعم المدارس. الآن كيف أستخدم، ما هي الاستراتيجية اللي بدي أستخدم نقطة القوة عشان إيش أستثمر الفرصة؟ أنا بروح بقول للجماعة اللي عندي يا تبع العلاقة العامة، يا ريت تعمل لك شوية زيارات، وحاولت وانت تبع المشاريع والتشبيك حاول تجهز لك بعض المشاريع عشان نحاول نجلب عدد اكبر من الممولين. وضحت الصورة كيف؟ ما هي الاستراتيجية؟ اذا انا بدي اركز على هذه الموارد عشان اقدر ايه اعمل نوع من التشبيك وزيادة في العلاقات او توسيع العلاقات، علاقات المدرسة مع المؤسسات المجتمع المحلي. طيب هنا نفس المثال، انا عندي نقاط قوة بشرية، كويس، بس عندي تهديدات، التهديد الخارجي، كويس. الآن لا، التهديد الخارجي انه في عندي مدارس، كويس، منافسة وقاعدة بتحاول تسحب الكفاءات من عندي. الآن في احد العناصر القوة انه كيف انا بدي ازيد الولاء، هذا استثمر ولاء المؤسسة في انه ما يروحوش على مدارس ثانية. طيب هذا الكلام حناخده بالتفصيل الآن، بس خلينا نكمل. الآن نقاط الضعف الداخلية، كيف، ما هي الاستراتيجيات التي تقلل من نقاط الضعف بالاستفادة من الفرص؟ لو عندي بعض المدرسين اللي وضعهم مش كتير، مش جيدين، عندي 5 مدرسين ممتازين بس في عندي 5 تانيين كمان ضعف في مجالات محددة، وعندي هنا فرصة للتدريب وفرصة لتمويل، فأنا بستثمر هذه الفرصة عشان إيه؟ رفع مستوى المدرسين ضعفها. طيب الصعبة هنا، أنا هنا كيف، ما هي الاستراتيجيات اللي بدها تخليني أقلل من نقاط الضعف، كويس، وأيضا تجنب التهديدات. هذه متى بلجأ لها؟ لما بكون مؤسسة بدت في كتير عليها مشاكل، يعني عفوا مثلا مدرسة كان عندها متسع من أو عندها مثلا عدد من الفروع وعندها عدد من المدرسين، لكن بعد فترة بدأ يتآكل أو تتآكل كفاءة، فبتضطر انه في منافسة شديدة كتير وصار في خسارة عندها، فتضطر انه هي كيف انا احافظ على وجودي من حيث انه بعض نقاط الضعف اتلافاها، احاول اقويها، اعززها، او يعني اواجهها واتجنبها، بالاضافة لتجنب التهديدات. خلينا نضرب مثال عملي وبعد هيك ان شاء الله بنحكي فيه. الان هذه مصفوفة توز، وصلت نفس الحاجة بالمناسبة، يعني حنستخدمها لما نحلل كيف بدنا نربط نقطة القوة مع الفرصة، وكيف بدنا نربط نقطة الضعف مع الفرصة، كيف بدنا نربط نقطة القوة مع التهديد، وكيف بدنا نربط نقطة الضعف أيضا مع التهديد. خلينا أجيب لكم أمثلة بشكل سلس إن شاء الله. أول حاجة مواطن القوة اللي هي S strength، مش هيك؟ في عندي أنا طاقم متخصص من المعلمين ذوي خبرة في مجالات مختلفة، في إدارة مدرسية تتبنى خطة استراتيجية للمدرسة، وفي مبنى مدرسي مجهز ب كافة التجهيزات. طيب الفرص، في عندي مؤسسات مجتمع مدني تدعم المدرسة، وفي مجلس أولياء أمور متعاون يتبنى توجهات المدرسة، وأيضا في وجود خبراء تربويين في المجتمع المحيط تبعي. هل قلت كيف بدي أعمل هذا مع هذا؟ شوفوا إيش اللي عملناه هنا. ما هي الاستراتيجيات التي تستثمر نقاط القوة للإيش؟ لاستثمار الفرص أو العكس. لاحظوا عملنا عقد اتفاقات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير قدرات المدرسين. هاي نقطة.
النقطة الثانية تنفيذ عدد من البرامج التربوية الموجهة للطلبة. أيضا إتاحة مرافق المدرسة لخدمة المجتمع المحلي. شايف الثلاث استراتيجيات هدول إيش عملوا؟ استثمر الفرص فيهم وعززنا فيهم نقاط القوة. أنا عندي طاقم خبير ورحت إيش؟ زدت خبرته. عندي إدارة مدرسية تتبنى تخطة استراتيجي وعندي مجلس أولياء أمور. إذا بدي أنفذ عدد من خلال مجلس أولياء الأمور من البرامج التربوية الموجهة لمين؟ للطلبة وللمدرسين وللمجتمع المحلي، وهيك أنا بستفيد بشكل أساسي. واضحة ولا أعيدها؟ تمام؟ دكتور بعد إذنك، إتاحة مرافق المدرسة لخدمة المجتمع المحلي، كيف يعني ربطناها بين الفرص؟ الان لما بكون عندي مؤسسات مجتمع ومجلس اولياء متعاون وانا بتيح له المدرسه، مش بربطه في المدرسه ولا لا؟ يعني المكتب، الملاعب يصيروا يجوا يستخدموها، مش هذا كله ربط في المدرسه؟ انا قصدي انه احنا بدنا نستغل الفرص. ما هو مش لروح استغلال مباشر، مكتوب انه هو داعم للمدرسه. هو داعم، هلقيته داعم، بس برضه بده منك شيء. ما دائما داعم. بكره في التحليل لما نيجي نحكي على التحليل نقول ما ايش ايش طلبات الداعمين وايش طلبات المستفيد، في طلبات لهم. حتى اللي بدعمك بده يشوف اثر للفلوس اللي بيعطيها وله حقوق. انت اليوم لما تعزز انه المدرسه ملككم وتعالوا اذا حابين تيجوا تنزلوا وتعملوا فريق، تنزلوا تلعبوا بالملعب، اذا حابين تختاروا مختبر الحاسوب تدخلوا في بعض الدورات اهلا وسهلا. هذه شغلات كثير بتعزز كاستراتيجيه العلاقات بشكل اساسي. ممكن الخلط ما بين يعني الواحد بعد هيك ما بين اللي هو الفرص والمواطن القوي، ولا كل هذا يعني هذا المبدا وهذا المبدا؟ لا هذا بدا واحد ما يجي يفكر عفوا ممكن يتلخبط فيهم ولا لا 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 حنوصل لمرحله تميز بينهم تماما. يعني ما لا لا في تمييز، لانه في عوافي نقاط مختلفه بين القوه والفرصه، مختلفه مجالات مختلفه كمان. عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير قدرات المدرسين. طب ما شو قلنا انهم ذوي خبره ماشي ممتاز، ما احنا قلنا كيف نستثمر الفرصه لتعزيز نقاط القوه. يعني مش احسن دكتور، يعني انت الان انت متميز في مجالك، لكن لو انا كمان جبت لك ناس اجانب من خلال المؤسسات خبراء واجوا اعطوك زياده التميز. اقصد يعني يكون في عمق اكبر، مثلا نستغل الداعمين مع الاساتذه الكويسين في شيء ابداعي افضل. يعني هيك انا فيش مشكله. احنا الان هذا مثال يا جماعه. الان كل حاله لا نستطيع في التحليل، بس انا اتمنى عليكم شويه خلينا نبسط الامور ما نعقدها، لانه احنا قدامنا رحله في التحليل. واضح الصوره؟ فانا بدي اياكم شويه تحاولوا الان استفيدوا تاخذوها بالبساطه، لانه شويه تعميق في التحليل هذا حنجي يعني ببني على اسس ما لا باس في السؤال، بس انا برضو احيانا قد امتنع عن الاجابه الان فقط لانه بديش اراكم المعلومات عليكم. يعني احنا حنوصل لمرحله انا حطلب منك انه هذا ببشيش وضع. يعني انت حتعملوا كثير خطوات وحمشي لكم اياها في المرحله الاولى، بس بعدها لما نيجي لو نوصل للاخر هقول لك عدل لي هاي وعدل هاي وعدل هاي، هذا هيك بنعمل هذا هيك بنعمل افضل. انت حتشتغل صح لكن بالتدريج فبالراحه. طيب نيجي لمواطن الضعف الان، الاخرين نمشي زي ما احنا. الان احنا نيجي للاستي اللي هي نقاط القوه والتهديدات. كيف احنا بدنا نستخدم نقاط القوه في تقليل او مواجهه التهديدات؟ لاحظوا التهديدات عندي: الثقافه المجتمعيه تشجع على العمل والزواج المبكر، وضعف الاستقرار السياسي وكثره الحروب، تهديد ولا مش تهديد؟ وضعف المستوى التعليمي والمادي للاهالي. الان نرجع نتذكر انه احنا عندنا طاقم متخصص، عندنا اداره مدرسيه تتبنى خطه استراتيجيه للمدرسه ومبنى مدرسه مجهز. الان ايش حنعمل؟ وعندنا كمان فرص، تذكروها. الان في عندي حملات توعيه من المدرسين باهميه التعليم في المساجد والانديه والتجمعات المجتمعيه. يعني انا بدي ابعث مدرسين ايش يعمل حملات توعيه عشان الثقافه المجتمعيه للزواج المبكر والعمل واخراج ابنائهم من المدرسه. كيف بدي اقضي على ظاهره التسرب المدرسي؟ من خلال حملات توعيه. هذا بتقلل من التهديدات كويس كمان دكتور. تضمين الفرص كمان تبعت المجتمع 100%. ما احنا هنقول له بنستخدم تضمين استراتيجيه المدرسه برامج تعليم الكبار، بيمشي الحال. ايضا تعزيز علاقة المدرسة بالمجتمع، لانه برضو كتير مهم هذه الاستراتيجية ركز عليها في موضوع اللي هو نشر الثقافة، في موضوع ايصال افكار المدرسة. واضحة صارت كيف نستخدم نقاط القوة للتقليل من التهديدات؟ دكتور الزواج المبكر كيف تهديد المدرسة؟ يعني الان في المدارس الاناث
كله بده يسحب بناته بعد ثانية ثانوي ولا لو كان في عندي زواج مبكر. يعني معنى انه انا في تسرب في المدرسة ولا فيش تسرب؟ زي يعني مثلا في التعليم الحكومي خاصة القسم العلمي في عزوف طلبة عن القسم مثلا العلمي. القسم الأدبي والعلمي يعني وين هذا تحديد صحيح. الثقافة الفخر صار ثقافة الطلاب انه انا ايش بدي اروح على العلمي واتعب من كل التخصصات انا بوصلها بالجامعة بديش الطب ولا الهندسة خلصت وضح الصورة فهذه كمان برضو بيأثر. طيب نيجي على مواطن الضعف ال W كويس والآن بنقول ايش نسردهم مع بعض تفضل مين حد يقرأ تفضل تفضل. عدم كفاية الملاعب والمرافق المدرسية لتنفيذ الأنشطة اللامنهجية. المنهج لا يلبي احتياجات الطلبة من المهارات الحياتية. ضعف في التزام الطلبة بالقوانين الصفية. إذا عندي عدم كفاية ملاعب وعندي منهج لا يلبي احتياجات الطلبة من المهارات الحياتية وعندي ضعف التزام الطلبة بالأنظمة كويس وعندي إيش في فرص في مؤسسات في مجلس أولياء أمور متعاون ويتبنى توجهات المدرسة وفي وجود خبراء تربويين. طيب كيف أنا بدي استثمر الفرص لتقليل من نقاط الضعف؟ إعداد مشروع لتحسين بيئة المدرسة وزيادة مرافقها. استخدمت ليش المجتمع المدني في تحسين البيئة. الاستعانة بالخبراء التربويين لوضع حلول لعملية لإثراء المنهاج وتطويره عشان المهارات الحياتية كمان أعززها. أيضا تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وإشراكهم في مهارة أو مبادرة الانضباط والاحترام اللي بتطرحها وكالة الغوث مثلا. إذا هينا كمان برضو استخدمنا الفرص للتقليل من نقاط الضعف. لكن المشكلة الكبيرة زي ما حكينا كيف أقلل من نقاط الضعف وأتجنب التهديدات. واضح الصورة. خلينا نشوف هاي نقاط الضعف كمان مرة. التهديدات صارت واضحة عندكم. ثقافة مجتمعية تشجع على العمل والزواج المبكر. ضعف استقرار سياسي وكثرة الحروب وضعف المستوى التعليمي والمادي للأسرة. وعندي عدم كفاية الملاعب بالمنهج لا يلبي احتياجات الطلبة المهارات الحياتية وضعف في التزامهم. جينا نطلع قلنا إشراك أولياء الأمور في من حملة الدرجات العلمية والمكانة المجتمعية في إيش التقليل من مخاطر ترك التعليم. أود الصورة كيف؟ عيد كمان مرة. هنا أنا عشان أنا أشغل تنسوش إنه عندي أولياء أمور هنا وعندي مشكلة في الثقافة وعندي مشكلة عند الطلبة في بعض الجوانب. رحت أنا إيش وقلنا إشراك أولياء الأمور في اللي هو حملة أو من حملة الدرجات العليا في اللي هو توعية أو في التقليل من مخاطر ترك التعليم. تعرفوا يعني أحيانا ممكن تعاني المدرسة من تهديد الاعتداءات على المدرسة من المجتمع المحلي كويس. وكمان برضو عندها ضعف في الأسوار والحماية. لكن كمان في جانب معين انه في عندي مدرس ما شاء الله مختار يستطيع ان يوصل اباء هؤلاء الطلبة او المجتمع المحلي ويتواصل معهم. اذا هو تجنب التهديدات وتجنب او قلل من التهديدات وتجنب نقاط الضعف قدر الامكان. النقطة الثانية وضع خطة للتعامل مع الاحداث الحرجة في أوقات الطوارئ عشان أواجه أو أقلل اللي هو من مخاطر الحروب. وبنفس الوقت كمان يصير في عندي برضو الطلبة عندهم نوع من التكيف. يعني لو عملت خطة طوارئ على الأقل ممكن يكونوا متعاونين. وبتعرفوا أحيانا حتى الطالب اللي للأسف مش منضبط في أوقات الأزمات ممكن يكون ممتاز. واضح الصورة. فأنا بقلل من هذا المخاطر. آخر شغلة البحث عن اللي هو بدائل لتعزيز المنهاج وتلبية احتياجات الطلبة من المهارات الحياتية. ممكن بدائل في المسجد ممكن بدائل في جوانب معينة في الأندية. هذه بتعطيني جوانب بتقلل نقاط الضعف وتتجنب التهديدات. هي قلت له فيها التهديدات في مواطن ضعف انا احافظ على موجود منزلي. هي الاستراتيجيه اللي يعني بدي كيف احافظ على حالي قدر الامكان واقلل من المخاطر. بس هي هذا فيش فيها رقي لا. لكن مجرد ان تحافظ على مكانتك هو هذا الحال تقدم في ظل ظروف صعبه. يعني اجيب مثال اليوم انا عندي مثلا حرب وبنفس الوقت الجامعه الاسلاميه في ظل الحرب كانت بتدرس طلابها كويس. لكن اكيد جوده التدريس مش هو المطلوب بس على الاقل حافظت على استمراريه. زي ما اذكركم اذا تذكروا في سنه 2000 في انتفاضه الاقصى كيف كانت المؤسسات التعليمية يمكن ولعله سجلت الجامعة نسبة التزام بنسبة 92% في حين كل الجامعات في الضفة وغزة لم تتجاوز 30-40% نسب التزام طلابها. بمعنى انه هي هيئت كم من الظروف عشان تواجه المخاطر. وهذا بغض النظر انه هو يعني احيانا اجى على حساب الجودة لكنه
بشكل أساس كان إنجاز كبير جدا. فرع الجنوب والوسطى وحتى في الشمال كان في بعض المواطن، يعني كان في استراتيجيات للمجتمع. صار واضح هذا الأمر. بدي منكم الآن إذا بتتكرموا في 10 دقائق كل مجموعة مع بعض تعملنا بناء على هذا اللي أمامكم من عندكم نقطتين قوة، نقطتين ضعف، فرصتين وتهديدين، وحاولوا تعملوا المصفوفة هاي. تفضلوا يلا. المصفوفة كاملة لحال بس كل مجموعة مع بعض تشتغل عشان شوي نتأكد إنه إحنا يعني استوعبنا هذا الموضوع. موضوع نفس البيئة المدرسية. البيئة المدرسية اللي بدكم إياها بس مع بعض كل ثلاثة مع بعض توكلوا على كل مجموعة، مش مشكلة توكلوا على كل مجموعة يلا. خليكم مع بعض، لف حالك معهم، لف حالك معهم. طيب احنا نستأنف ان شاء الله نسمع من زمايلكم ايش عملوا لنا في نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. اعطينا نقاط القوة ونقاط الضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي هنا اذا ممكن تفضل. نعم عشان الصوت كمان. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. احنا عملنا بالنسبة لخطة لمدرسة فلسطين الغد لذوي الاحتياجات الخاصة. نقاط القوة: مبنى معد ومجهز جيدا لتمام طلاب يعني ذوي احتياجات خاصة، بيكون مبنى له خصوصية. توفير الموارد البشرية المادية، معلمين مدربين، وإدارة واعية تؤمن بالتخطيط الاستراتيجي. نقاط الضعف: عدم دفع الطلاب للرسوم. لا ناخذ الفرص عشان ناخذ الاستراتيجية اللي انتم رسمتوها. الفرص: دعم وزارة التربية والتعليم ودعم جمعية نور المعرفة، هذه جمعية ملاصقة بتشرف على الطلاب هذولا، لكن طيب. المدرسة كلها تابعة لوزارة التربية. كيف استثمرتوا نقاط القوة لتعزيز الفرص أو لاستثمار الفرص؟ كيف عززتوا نقاط القوة لاستثمار الفرص؟ احنا حكينا أول إيش الاستراتيجيات؟ لمساعدة المعلمين وتقديم الدورات اللازمة لهم بإشراف وزارة التربية والتعليم. النقطة الثانية: فتح مرافق المدرسة للمجتمع، خاصة بأنه في المدرسة مسرح كبير ممكن استخدامه للمناسبات في الوزارة. نقاط الضعف نتكلم فيها، يعني واضح هم بس ركزوا على جانب معين جيد، لكنه كان بلزم شوية في الاستراتيجيات انه كيف بدي استثمر الجمعية الدائمة بطريقة معينة من خلال عقد اتفاقات او التشبيك معها بهذه الطريقة. طيب نشوف نقاط القوة والتهديدات. الكلام اللي حكيته دكتور بالنسبة للتهديدات، في من التهديدات عدم تعاون اولياء الامور مع ادارة المدرسة وتوقف التمويل الخارجي. جميل. من نقاط القوة نستثمرها للحد من هذه التهديدات: تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور وإدارة المدرسة بإشراف الوزارة، واثنين زيادة دعم وزارة التربية والتعليم وإمكانية عمل المدرسة لتنمية دائمة في المدرسة نفسها. كتير جيد. نكمل ولا في سؤال؟ تفضلوا. في حدا مجموعة تانية نشوف ولا نكمل؟ تفضل. سؤال إلها دكتور، بس يعني إحنا عشان مرات بصير عندنا لبس، لما نسأل عن ذوي الاحتياجات الخاصة
الخاص بالمعاقين والمتفوقين والمغيبين. شوف يا جماعه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه هم بقيه التعلم والموهوبين، اما المصطلح العالم المقر هو ذوي الاعاقه اللي انهم عندهم اعاقه سواء جسديه او بصريه او وخلاف. تمام ان شاء الله واضح المثال، صار واضح بالنسبه لكم، طبقتوا جيدا. في اي سؤال او استفسار؟ تفضل يا ابو محمود. اعطينا جزئيه بشوف اسمع. انا اخذت بي الجامعه الاسلاميه يقول لك كفرصة بشكل سريع، كفرص توجه العام للمجتمع الاقتصادي لفرص دراسية في الجامعة، قوة حضور الجامعة بين الجامعات، هل فرص. نعم. في التهديدات يقول لك تهديدات الجامعة الإسلامية من قبل الاحتلال، وظهور عدد المؤسسات التعليمية المنافسة. في القوة قلنا تعدد البرامج الأكاديمية وتنوعها، وتعدد الشهادات العلمية المميزة المتقدمة لدى الطاقم التدريس. في الضعف قلنا الأزمة المالية الخانقة للمجتمع الجامعة وارتفاع رسوم الجامعات جامعة بين جامعة. هل كل توصيفك جيد؟ الآن كيف أدينا بس استثمار؟ أدينا ربط. واحد مثلاً. عملنا ربط. مثلاً نربط بين الفرص والقوة. نقطة واحد. أعطيني كيف ربطها؟ قلنا في توجه عام للمجتمع للحصول على فرص دراسية، وفي عندنا تعدد البرامج الأكاديمية وتنوع. إذا عندنا في المجتمع في توجه عام نحو اللي هو الدراسة والالتحاق بالجامعة الإسلامية، والجامعة عندها نقطة قوة إنه في عندها برامج متنوعة. فتستطيع توظيف هذه البرامج لاستيعاب عدد الكبير اللي مقبل عليها. يعني الاستراتيجية أنا أفتح فروع في كافة أنحاء القطاع لتلبية احتياجات أو الطلب على اللي هو الجامعة. أشكركم، يعني هيك إن شاء الله صار واضح. ننتقل اللي هو أداة بيست. طبعا أداة بيست هي مختصر من أربع كلمات، كويس، اللي هي طبعا هذا طبعا بنفس الطريقة تقوم على تحليل البيئة الخارجية وتركز عليها بشكل كبير جدا. طبعا لاحظوا بيست هي political, economic و social and technology. ماشي، يعني عندي سياسي، عامل سياسي، عامل اقتصادي، اجتماعي وتكنولوجي. الأربع عوامل وأضيف إليها فيما بعد في تحليل بيست اللي هو صار البيئة، وضافوا القانوني للسياسي وعملوا للبيئة مجال خامس في التحليل. يعني لما بدنا نحلل احنا البيئة الخارجية للمدرسة، ما هي العوامل السياسية التي تؤثر على المدرسة؟ كثرة الحروب، عدم الاستقرار السياسي، الانقسام، ربما التوجهات السياسية للداعمين تكون بالنسبة لنا بتأثر علينا عائق او فرصة حسب هذا الموضوع. ايضا الاقتصادي، وجود السيولة المالية او الحصار ربما واغلاق المعابر يؤثر اقتصاديا وهكذا. اذا احنا حنشوف هذه الجوانب كيف نحللها. هذا قالب التحليل، هذا النموذج التحليلي اللي حنشتغل عليه لبست، لكنه هو نفسه كمان مره باكد كله بصب على صوت اناليسز، ليس فيه جديد الا انه يركز على البيئه الخارجيه اكثر من البيئه الداخليه. هاي امثله للوضع الاقتصادي. زي ما حكي الوضع الاقتصادي، الاتجاهات الاقتصادية، اسعار صرف العملات مهم جدا. انت بتجيب مشروع بالدولار، لو صار انخفاض زي ما الان بتشهد الساحة انخفاض حاد، هذا سيؤثر عليك على القوة الشرائية وقدرتك على انك تشتري وتنفذ المشروع زي كما خططت له. ايضا نوعية الخدمات واليات التمويل، هذا كله في الوضع الاقتصادي. احيانا الحوالات في البنوك لها دور، واضح صورة تأخر، أو ربما الظروف السياسية بتمنع أنها تستقبل لبعض الجوانب زي ما بصير اليوم في مدارس الأرقام وخلافه. أما بالنسبة للتحليل السياسي، العوامل السياسية هي زي التشريعات والقوانين، سواء المجلس التشريعي، وزارات التربية والتعليم. اليوم لما بيجيب لك وكالة الغوث بتقر أنه ممنوع أي مدرسة تفتح صفحات فيس لحسابها وتصير هي تشتغل مع الطلب، هذا ممنوع. هذه سياسات وتشريعات تمنعك احيانا وتمثل احيانا تهديدات لموضوع التواصل مع الطلبة. ايضا سياسات التمويل والدعم، الضغط الدولي والحروب والانقسامات والنزاعات المسلحة او الاستقرار السياسي، كلها تمثل اما عوامل فرص او تهديدات. ايضا بالنسبة للقضايا الاجتماعية، القيم والعادات واللغة، كل هذا كلام مهم جدا في نمط الحياة الاجتماعية. هل هي حياة ريفية؟ هل هي قبلية؟ هل هي لا والله مدنية ومصانع؟ تعقيدات الحياة المدنية معروف. أيضا القيم، وجهات النظر، وسائل الإعلام، والقضايا المجتمعية. بالنسبة للتكنولوجيا بنحكي عن الشبكات، بنحكي عن التجهيزات كاملة، بنحكي عن
معيار التقدم في التكنولوجيا عندنا في البلد. يعني لما نتحدث احنا عن فلسطين ما شاء الله مستوى سرعات الانترنت هذه يعني في جوانب كثير متقدمه عن دول اخرى بالنسبه لنا، لذلك كل هذا القضايا التكنولوجيه بنتناولها بشكل كبير في هذا السياق. خلينا نضرب مثال في العوامل السياسيه، لما نيجي نقول التوجهات السياسيه الحاكمه على اليات تمويل لقطاع غزه، لاحظوا كل التوجهات او كل المنظمات اللي بتدعم قطاع غزه تدعمه من خلال توجهات سياسيه، يعني لها هدف سياسي من وراء وهذا اللي بنسميه المال السياسي، زي ما صار معنا في المناهج واللي المثال اللي ضربناه. النظره المعاديه لقطاع التعليم في قطاع غزه او لقطاع غزه بشكل اساسي والتعليم، هذا بيمنع ايش؟ بياثر سلبا على الانفتاح، بياثر سلبا على انك تنفذ انت سياساتك بشكل كبير. ضعف الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي، واحيانا وجود قوانين تقيد عمليات الحوالات الماليه وتقيد تحركك باتجاهات متعدده. اما بالنسبه للعوامل الاقتصاديه نقول الحصار، ويعني تخيلوا اثار الحصار لما نقول ضعف، مش قادر اجيب مختبر حاسوب او مش قادر اجيب مواد بناء عشان اجهز مدرسه او ازيد عدد الصفوف، كل هذا بياثر اقتصاديا. ايضا عجز الميزانيات العامه للخطط التشغيليه للوزارات، يعني بحط لك خطه تشغيليه لكن الموازنه تبعتها منخفضه جدا، هذا كمان مهدد اقتصادي. عدم وجود اجور تكاليف لطباعه المنهاج الموحد، احنا طبعا ماخذين ايش مثال لمنهاج رياض الاطفال الموحد اللي كان في 2011 2012، عدم وجود ميزانية لصرف أجور العاملين في المشروع، هذا كله عوامل اقتصادية تؤثر بشكل كبير. أما العوامل الاجتماعية، لاحظوا الوضع الاجتماعي السائد في قطاع غزة، عدم رغبة المعنيين في المجتمع المحلي في دعم مثلا أو في توحيد المنهاج بالأساس، يعني مش كتير في خلافات. أيضا اختلاف وجهات النظر حول مدى أهمية توحيد المنهاج، البعد الثقافي مهم فيها في البعد الاجتماعي. عدم وجود قنوات إعلامية تعزز مفهوم وأهمية التعليم ما قبل المدرسة، الانتماء والولاء، كثير جوانب اجتماعية احنا حنجيها بالتفصيل ان شاء الله. اما في العوامل التكنولوجية، قواعد البيانات بناخدها في عوامل التكنولوجية، عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لرياض الاطفال، يعني تخيلوا رياض الاطفال بس فقط من اشهر تم حصر كل رياض الاطفال العاملة ونعملها منهاج يعني بدأت شوية الحراك في هذا الموضوع. ايضا اللي هو ضعف الاتصال والتواصل واستخدام التكنولوجيا في الاتصال والتواصل وتوصيل المعلومات، هذه امثلة للعوامل اللي احنا لازم نبحث وندرسها عند تحليل اي مؤسسة كانت مدرسة او مؤسسة بشكل عام. كلها معيقات وسلبيات. بس في فرص. احنا انا معلش احنا بنقول هذه العوامل ممكن تكون تهديدات وممكن تكون فرص. يعني اجيب لك مثال، بس انا انت بتسأل ما شاء الله عليك يعني وانا بقدرك. الفكرة وين؟ انه انا ممكن الحرب تكون فرصة لمؤسسة وتكون تهديد على مؤسسة. يعني اجيب لك مثال، المؤسسات اللي بتشتغل في مجال الدعم النفسي الحروب بالنسبة لها فرص، واللي بتشتغل في مجال الإغاثة الحروب لها فرص. عشان هيك انا الان مش محدد لك المجال، يعني كل مجال قد تكون لك فرصة ولمؤسسة اخرى تهديد. فشوية يعني نصبر قليلا. أنا مش لا بس هي الفكرة لأنه حنيجي للكلام هذا، فأنا بس بدي شراكم بحب أفصل شوية. نيجي للنموذج اللي يعتبر من النماذج المميزة عن نماذج السابقة، وهو بورتر للقوى التنافسية. بورتر هذا يعني طلع أنه ضروري كل الناس بتروح في المؤسسات أن تحلل بشكل تقليدي الأشياء اللي حكيناها مع أهميتها، لكن يا جماعة الميزة التنافسية مين بحللها؟ قال لك يا عمي انا اليوم اهم شغله الميزه التنافسيه، قديش قوه التنافسيه في مستوى التحليل تبعه وفي مستوى مكانتي المجتمعيه، هذا بيعطيني جانب مهم لازم احلله. فوضع للقوه التنافسيه اعتبر انه ما يؤثر على مكانه المؤسسه فيه انها خمس قوى. كويس، خمس قوى حنشوفهم مع بعض. لذلك هو قال كمان اذا تغيرت احدى القوى، يعني اذا انا اليوم مثلا بفترض كان قوة المنافسة تبعتي أو المنافسين الحاليين مش كتير أقوياء، لكن بعد فترة تغيرت قوة المنافسة الحالية، صارت جامعة الأزهر أو جامعة الأقصى بتنافسني في كتير جوانب، لازم أعيد تقييم كل العوامل وأحللها من جديد، لأنه بتأثر على كل العوامل. أي عامل بتتغير بده يأثر على باقي العوامل. خلينا نبدأ نشوف هذا الموضوع بعد ما نطلع على بعد تنافسية التعليم.
ايش بنقيس احنا في تنافسية التعليم؟ اليوم بتقولي انا مدرسة او جامعة كويس، شو التنافسية الموجودة عندي؟ عدد الطلاب مثلا، عدد الطلاب، الرسوم، جميل، مستوى الخريجين وكفايتهم، مستوى الخريجين وكفايتهم، السمعة من المدرسة، السمعة صحيح، وظف من الخريجين من الجامعة مقارنة بالجامعة. إذن أول حاجة قديش أنا عندي قدرات على مستوى العمليات الداخلية تبعتي بنافس فيها، يعني أنا في فرق بين جامعة بتيجي بأوصل الجامعة بلاقي استقبال وبلاقي تسهيل في الخدمات وبلاقي إنه بأنجز مهماتي بطريقة سريعة وسلسة، وبين جامعة أخرى لا بدي أيام عشان أنجز والتعامل كتير جاف أو غيره. أيضا على مستوى قدرتك كجامعة أو كمؤسسات تعليم عالي كيف ممكن إحنا نطرح برامج أكثر جدوى وبرامج أكثر جذب لها ومتوائمة مع السوق وللطلبة وهكذا. إذن في عنا خمس زي ما حكينا عوامل أساسية أو خمس قوى: المنافسة الحالية، احتمالية دخول منافسين جدد، قوة المستهلكين التفاوضية، تهديد البدائل، وقوة الموردين التفاوضية. طبعا بورتر يا جماعة عمل النموذج هذا لمين؟ للشركات وللمؤسسات من عملش التعليم، وفيش لحد اللحظة، يعني احنا لما طورنا التطبيق تبعه للتربية كان في صعوبة. فالآن المثال اللي حنطرحه مثال العلاقة في اللي هو ايش البعد التربوي، لا مش الاقتصادي. خلينا نشوف كيف بدنا نتعامل مع النموذج، والنموذج سلس وبسيط جدا في اللي بدي اشرح لكم اياه. ماشي الحال؟ اول حاجة انا بدي افترض المثال على الجامعة الاسلامية، تمام ان شاء الله. الآن المنافسة الحالية للجامعة الإسلامية كيف بدي أحللها أنا؟ حلقيت عدد الجامعات التي تقدم خدمة التعليم العالي في قطاع غزة، كم جامعة عندنا؟ 10 جامعات، نحكي على الجامعات بس، 10 جامعات، 10 جامعات، حلقيت هذه قوة المنافسة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كلما ازداد عدد المنافسين معناه أنه أنا إيش في عندي؟ منافسة حالية تزداد. طيب الموارد والإمكانات المتاحة في الجامعات يا ترى هي أكبر من الموارد والإمكانات المتاحة عندي ولا لا؟ إذا كانت أكبر معناها المنافسة بتكون شديدة، إذا كانت أقل معناها المنافسة بتكون أقل شوي. طيب المدى دعم الحكومة للجامعات، اليوم الحكومة لا تدعم الجامعة الإسلامية لكن تدعم جامعة الأقصى، إذا المنافسة صارت على مستوى الرسوم، وهذا حتشوف هايو تأثير الجامعات الأخرى على مستوى الرسوم. اليوم رسوم الأقصى 10 دنانير في حين الجامعة الإسلامية بتوصل متوسط ل 20 دينار، إذا في فرق كتير كبير، لأن هناك في دعم حكومي هنا فيش دعم حكومي، وهذا طبعاً مثاله على الجامعة الأزهر وكل الجامعات غير الحكومية. جودة ونوعية البرامج المقدمة من الجامعات المختلفة، بطلع على جودة برامج اللي في الجامعة الإسلامية اللي بلاقيها أفضل، فإذا المنافسة هنا في هذا الجانب بتقل. فهمنا الفكرة الأولى كيف؟ لسه إحنا ما خلصناش. اذا اول حاجه كيف بدي احلل انا هذا المجال؟ حنجاوب بس نستعرض الخمس قوى. نيجي لاحتماليه دخول منافسين جدد. الان بناء الجامعات يحتاج لراس مال عالي، هذا بيقلل احتماليه دخول منافسين جدد. مش بس هيك، القوانين تاعت الحكومه اليوم انت عشان تاخذ اعتماد لجامعه من وزاره التربيه والتعليم بدك كتير كبير، وربما ترفض كثير من البرامج، هذا برضه بيقلل ايش المنافسة. ماشي الحال؟ ايضا قيود وعوائق او وجود برامج اكاديمية ذات سمعة وشهرة حسنة برضو بتقلل دخول منافسين جدد. يعني اليوم انت بدك تروح على امريكا تفتح فرع للجامعة الاسلامية في ظل وجود جامعات اوكسفورد ومش عارف ايش، شو بيكون وضع المنافسة؟ ولا حاجة، انت مش هتنافس ولا اوكسفورد حتتعلق يعني تطلع لك. وضح الصورة؟ اذا احنا زي ما يجيني جامعة ضعيفة وتيجي تفتح في غزة، محدش حيروح لها. احيانا تكون ميزة ايه؟ انه لا، ما هو مشكلة انك انت تتنافس حالك مع او تحط حالك مقابل ضعفاء، المنافسة بتكونش في هذا المستوى. هذا برضو احتمالية دخول منافسين جدد. طيب نيجي نشوف لتهديد البدائل. تهديد البدائل، طلعوا العمر الزمني للجامعة، اليوم الجامعة الإسلامية 38 سنة تقريبا، مهم ولا مش مهم هذا؟ بيخلي لها سمعة. اليوم لما نتحدث عن جامعة القاهرة، جامعة دمشق، جامعة الإسكندرية، بتحس انت إلها ميزة تنافسية انه عمرها كبير، فكلما كان العمر الزمني اكبر كلما كانت ايش الجامعة منافستها
الحاليه كويسه ومرتاحه، لكن لو كان لسه امبارح جديده اذا معناها بتكون عاليه. سمعه الجامعه برضه بنفس الطريقه، اما ان تكون سمعه، اذا كل ما كان سمعه احسن كلما قلت المنافسه، كلما كان سمعه اقل للاسف بتزيد المنافسه. موارد وامكانات الجامعه. طيب نيجي لقوه العملاء التفاوضيه. لقيت مين عملاء الجامعه؟ طلبه، مش هيك؟ اللي بتعاملوا معها. طب اذا الطلبه مجلس طلاب ما شاء الله واعي وعمل توعيه ممنوع ولا حد يضيف اي رسوم ولا دينار واحد، الجامعه الاسلاميه من 99 مش قادره تضيف دينار. فهم كيف؟ ليش؟ لانه في وعي، ومش بس هيك، كمان في عند الطلبه امكانيه انهم يروحوا على جامعات ثانيه. فقوه العملاء اليوم، كنت انت امبارح جامعه او تنتين في القطاع، اليوم في 10 جامعات، اذا بدكش اجيك بسيبك وبترك. اذا بدكش تنزل مفتاح التنسيق وتقبلني انا حروح على جامعات ثانيه بتقبلني. وهذا اللي بيعمل ايش؟ صار في منافسه هنا. يعني لما نتحدث عن الجامعه الاسلاميه والجامعات الاخرى، لا، في منافسه شديده في قوه ايش؟ العملاء. لانه اليوم انا كنت بقبل 5000 طالب، صرت اقبل 3500، فصار مضطر انا ارجع اعيد التقييم في هذا الموضوع. طيب قوه المواردين التفاوضيه، وهذه سهله جدا. يعني بمعنى لو انا بتعامل كجامعه مع عدد من الشركات اللي بتورد لي اجهزه حاسوب او بتورد لي اجهزه طبيه او غيره، اذا كانت شركه واحده مين الاقوى بيكون في التفاوض؟ الشركة. لكن اذا كانت عدة شركات فبصير قوة الموردين بتضعف، فالمنافسة عندي انا بتحكم بالسعر زي ما بدي. وضح الصورة. طيب هذا تقريبا القوة التنافسية الخمسة. الان كيف احنا بدنا نعمل التحليل تبعها؟ الان في كل نقطة باجي بعمل ماذا لو كانت المنافسة عالية، اللي هي احنا نسميها الجوانب السلبية، وماذا لو كانت المنافسة منخفضة، الجوانب الايش؟ الايجابية. وضح الصورة. يعني نقاط القوة بالمنافسة الضعيفة ونقاط الضعف بالمنافسة القوية. فبعمل التحليل لكل مجال من مجالات العمل اللي احنا طرحناها، سواء اقتصادي او سياسي او غيره. واضحة الان الصورة؟ تصور هذا تبع طيب هو ليش انت بتحلل لابورتاج؟ ليش بتعمل منافسة؟ احتمالية دخول منافسين جدد انت بتتنبأ قاعد، يعني انت بتستشرف، وهذا بيفيدك كمان برضو قديش العملاء اللي بتعامل معك. يعني اليوم لو انا بدي اطلع على المنتجات، انا مصنع البسكوت تبع شومر مثلا ولا العودة ولا غيره، اليوم المنتجات التركية بتغزو قطاع غزة، في قوة ايش؟ احتمال الدخول البدائل، تهديد البدائل ومنافسين جدد موجودة كتير كبيرة. لذلك هو مضطر دائما يقيم هذا الموضوع عشان يحسن جودة الأداء ويقلل السعر وينافس المنتجات الدولية برا. يعني وهذا نفسه في المدارس الخاصة وحتى في مدارسكم. يعني انت اليوم لما تكون مدرسة متفوقة كويس والكل بيجي وعليك طلب، فانت براحتك بتختار احسن طلاب، وبالباقي بيقول والله انا خلاص فيش وسع، انت تسكرت عند الصفوف. وضع الصورة. فلذلك انت لا، بتزيد التنافسية كل ما كان عليك طلب اكثر. لكن يا جماعة بالموضوع هذا بالمناسبة احنا بنستخدمه، يعني بنستخدموش مباشر في التحليل، لكن بس لازم يكون في فكرنا انه نراعي الميزة التنافسية للمؤسسة بشكل كبير. نجي اخر اداة وهي عوامل النجاح الحرجة. طبعا عوامل النجاح الحرجة يمكن سبق انا حكيتها بتعريف بسيط، الان شوية بدنا ناخد اكثر تفصيلا. هي أداة مساعدة تستخدم لتطوير الاستراتيجيات. يعني بمعنى أنا اليوم ما هي عوامل النجاح الحرجة؟ أكثر نقاط قوة تمتلكها المؤسسة ويمكن لها الارتكاز عليها لتحديد نقطة الانطلاق وتنفيذ الاستراتيجيات. قديش أنا عندي؟ إذا عندي مدرسين أكفاء، أي استراتيجية تعليمية جديدة ممكن إيش؟ أتبناها وأشتغل بناء عليها. واضح الصورة. إذا أنا برتكز على أكبر نقاط قوة، وعادة العدد العوامل هاي بتكون، يعني لما نيجي نتحدث إحنا في الأوزان النسبية للأهمية والتأثير اللي حناخدها إن شاء الله في التحليل، لو مثلا وجود ثلاث مدرسين حملت درجة الدكتوراه في تخصصات متنوعة، هذه نقطة قوية، الوزن النسبي تبعها أخذ 5 من 5، هذه بروح عدل باخدها كنقطة ايه؟ كنقطة او عامل نجاح حرج من خلاله ممكن انطلق.
يعني هدول ممكن انا من خلالهم اطور مشاريع، من خلالهم اعمل علاقات، ومن خلالهم اصمم برامج جديدة بشكل او باخر. من امثلة العوامل النجاح الحرجة التدريب والتأهيل المستمر، عندي ما شاء الله يعني منظومة تدريب رائعة جدا، عندي بيانات دقيقة بقدر ارتكز عليها في تحديد اللي هو الوضع الراهن تبع المؤسسة، في عندي رضا للمستفيدين من خدماتي كمؤسسة، وايضا في عندي تطوير مستمر في جودة خدمات وفي متانة علاقات مع الاطراف المتعددة. لكن عوامل النجاح الحرجة لها فكرة وطريقة لتحليلها. اول حاجة لازم عشان انت تحدد عوامل النجاح الحرجة لازم تشوف ما هي اهداف المؤسسة، شو الاهداف تبعتك، وايش الرسالة اللي انت بتطمح يعني ان تصل اليها، ثم تحدد هذه العوامل، بمعنى هي تلك المجالات التي بنجاحها يتحقق نجاح المؤسسة من خلال افراد الادارة العليا. ايضا لكل عامل في عندي مؤشر اداء، كل عامل له مؤشر اداء بدي احاول قدر الامكان احطه، ثم دائما بدي اعمل تقييم او اعادة تقييم لتلك العوامل. يعني ما هو المجتهد مش بالضرورة يضل مجتهد طول العمر، يعني كل فترة بدي اشوف كل تحليل، كل خطة بدي اعمل تحليل، هل هذه عوامل النجاح الحرجة هي بقيت ولا في شيء جديد اجا او لا، في ناس انسحبت من هذه العوامل. خلينا ناخذ مثال عشان نوضح الكلام اللي تفضل او تحدثنا فيه. في عندي هدف استراتيجي، الهدف بيقول انه زيادة عدد المعلمين في مجال استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم للمرحلة الاساسية بنسبة 20% خلال الثلاث اعوام القادمة. الهدف ايش؟ انه انا بدي ازيد عدد المعلمين اللي بيستخدموا التكنولوجيا عشان اوظفها في تحسين اللي هو التعليم الاساسي بنسبة 20%. الان النتائج المتوقعة انه معلمي المرحلة الاساسية لديهم قدرة على توظيف تكنولوجيا في التعليم لتحقيق الجودة ونوعية التعليم المرغوبة. طيب ايش عوامل النجاح الحرجة وانا بحلل في المدرسة؟ لقيت عندي في ميزانيات مطلوبة موجودة ومأمنة، في عندي كوادر مدربة على فن استخدام الحاسوب كويس وتوظيف التكنولوجيا، وفي استعداد للمؤسسات ذات العلاقة للمساهمة في دعم البرنامج. هدول الثلاث عوامل نجاح، هي عوامل نجاح حرجة ثلاثة. ايش مؤشراتها؟ خلينا ناخذ مثلا المؤشر لواحد اللي هو التكاليف المالية مغطاة بالكامل قبل البدء بالبرنامج، اذا مغطاة بنفذ البرنامج ولا نفذوش؟ طيب مؤشر اللاحق نسبة الزيادة تحققت 20%. احنا اخذنا بس تأمين الميزانيات، عملنا له مؤشر مرافق مؤشر لاحق. المؤشر المرافق هو التكاليف المالية مغطاة، انا جيت لقيت عشان انجح لقيت انه التكاليف كلها جاهزة. اللاحق اذا نفذت المشروع لانه عمليا صار عندي ارتكاز ونقاط قوة، معناه هي حتتحقق النسبة اللي حطناها بالهدف اذا احنا حققنا الهدف. وهذا حنستخدمه لما نيجي على الخطة، نقول لكم بس تعملوا نتائج التحليل طلعوا لي كل نقطة اخذت 5 واعتبروها عوامل نجاح حرجة في نقاط القوة بشكل اساس. واضح الصورة؟ في اي سؤال على هذا الموضوع؟ احنا هيك بنكون يعني خلصنا ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر ونشكركم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.